تواصل وزارة الداخلية الاستعداد لإطلاق فعالية يوم الخميس بمناسبة الاحتفال بثورة 30 من يونيو، وستشهد الاحتفالية مشاركة 22 مركزا تجاريا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم خدمات السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. تتزين السلاسل والمحال التجارية والمطاعم الكبرى بلافتات مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار، استعدادا للاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو. يتسابق الجميع للانضمام والمشاركة بفعالية في مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية احتفالا بذكرى ثورة 30 من يونيو. نشكر وزارة الداخلية أنها أتاحت لنا الفرصة أن احنا نكون مشاركين في مبادرة كلنا واحد بمناسبة 30/6، وكل سنة وانت طيب يا ريس، وكل سنة وشعب مصر طيبين، وإن شاء الله في انتظاركم مع أكبر خصومات في جميع فروعنا. اللي انت اقتضيت يوم 30/6 إن شاء الله تنال إعجابكم، ومستنيينكم في انتظاركم إن شاء الله. عاملين احتفالية كبيرة جدا يوم 30/6، نتشرف جدا باستقبال المواطنين للاستفادة من الخصومات الكبيرة اللي احنا هنعملها. حابين نهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا بمناسبة 30/6، يوم عيد على الشعب المصري كله. منتظركم يوم 30/6، بنهنئ الشعب المصري وبنهنئ سيادة الرئيس، وعاملين خصومات كبيرة في جميع فروعنا. هيبقى في خصومات كبيرة، خصومات كتير تصل لحوالي 70% على كل البراندات وكل المحلات اللي موجودة. تخفيضات كبيرة جدا، الهدف منها ان احنا نشارك في المبادرة العظيمة اللي كان اساسها هي ثورة 30 يونيو. 22 مول تجاري و16 كيانا صناعيا وتجاريا بإجمالية 426 منفذا، وعدد 52 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالية 359 محلا على مستوى الجمهورية، موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية تقدم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة احتفالا بهذه المناسبة. احنا عاملين احتفالية كبيرة بخصوص احتفالات 30 يونيو، وعاملين خصومات كبيرة بجميع فروعنا. في مفاجآت وفي خصومات وفي تخفيضات هتبقى موجودة في المول، واحتفالية بشكل لطيف. احنا عاملين تخفيضات في مطاعمنا، وفي بتنورونا وشرفونا ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين وسيادة الرئيس طيب والشعب المصري بخير وسلام. شرفونا في يوم 30/6 عشان نحتفل باليوم ده مع بعض، عاملين خصومات حلوة جدا، كل سنة وانتم طيبين. وهنكون في انتظار حضراتكم تحتفلوا معانا يوم 30/6 ان شاء الله، وكل عام وحضراتكم بألف خير وسلام. بحب اقول للرئيس كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وحضرتك دايما بخير، والشعب المصري كله دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين، ومناسبة 30/6 احنا في انتظاركم تشرفونا، بنقدم تخفيضات هائلة دعما لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس. بهذه المناسبة السعيدة بنعلن عن خصومات ومفاجآت داخل فروعنا داخل مصر وخارجها، ومنتظرينكم تشرفونا نحتفل سويا، وكل عام وانتم بخير، وربنا يحفظ البلاد والعباد من كل سوء. وتستمر تخفيضات الأسعار بالمرحلة 22 لمبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك بإجمالية 1002 منفذا لكبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية. إضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية التي تستمر في تخفيض الأسعار حتى نهاية العام، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. تستاهل، أيوة انت فعلا تستاهل.